اتغدى اليوم في مطعم Outback Steakhouse. طبعا المطعم هذا مطعم متخصصه او العمود الفقري الاصناف عندها الستيك، بالاضافه الى المأكولات البحريه والبرجر والباستا والدجاج والعصيرات والميكشيكس. نبدا بالمقبلات عندهم، بشرح لكم الطبق هذا. هذا بلومن اونيون، عباره عن بصله امريكيه كبيره مقطعه على شكل ورده ومقليه بالخلطه الخاصه في Outback. هذا براون بريد، هذا يقدم مجانا على اي طاوله في Outback. هذه شوربه البطاطس بكريمه، وهذه السلطه. بنتكلم بعد شوي عن عرض الغداء اللي عندهم. وجاء البطل اللي هو بنات بتر ميلك شيك. هذا ميلك شيك بالفول السوداني. انت تجيب لي هذه الورده، انا ودي اجربها. طبعا احنا ما زلنا نسخن، ترى ما جاء الاكل الثقيل للحين، بس نجرب الورده هذه. طبعا هذه مثل حلقات البصل، بس هذه قطعه كامله مقصوصه على شكل ورده. هذا الصوص جاء اختيارنا من عرض الغداء عندهم. الحين بشرح لكم عرض الغداء اللي في Outback. عروض الغداء عندهم تبدأ من 33 ريال. أما هذا العرض اللي يكون فيه ستيك لحم، دجاج مشوي، وربيان، ورز، طبق جانبي، بالإضافة إلى سلطة ومشروب كولا وشوربة البطاطس بالكريمة والبراون بريد، هذا سعره 65 ريال، ويشملها بعد الآيس كريم ومع كوفي أو شاي. بالنسبة للحم تقدر تطلب مستوى طهي اللحم. عندنا هنا بعد احد عروض الغداء في Outback، يجي تشيكن بارميزان وباستا وبطاطس مشوية، بالاضافة معها السلطة والشوربة والمشروب والايس كريم والقهوة. أنا مستر نديم مدير المطعم. هوري مستر نديم. Outback Steakhouse, we are offering good food, good service, excellent food and service. Please visit us. I'm sure that you're gonna enjoy it. I really enjoyed with your food here. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بمتابعينا.
اهلا بكم في اوت باك. النهارده معانا لينك مجانا لحضرتكم، نتمنى انكم تزوروا اللينك بتاعنا وتدخلوا البيانات بتاعتكم وان شاء الله تحصلوا معانا على وجبه مجانيه، ونتمنى تزورونا في اوت باك. انا بحط اللينك في السناب الجايه، ترفعون الشاشه وتعبون معلوماتكم ويطلع لكم طبق مجاني من اوت باك. كذا انتهيت من زيارتي مطعم اوت باك، اتمنى عجبتكم التغطيه، تستفيدون من الرابط اللي حطيته قبل شوي وتحصلون على اطباق مجانيه.